شوف، هو طبعا احنا التقينا بمكتب في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان مع حوالي 22 من شيوخ والاسر الغفرانيه اللي اتحرموا من الجنسيه. اكثر من 6000 شخص من القبيله اتحرموا من الجنسيه على بعد ما اتهمتهم الحكومه ان هم كانوا مناصرين للجد الحاكم اللي هو ابو جد حمد بن خليفة الحالي اللي هو حصل انقلاب عليه سنة 96. فجزء من القبيلة دي كانوا في الحرس الأميري، وجزء منهم كانوا بيقولوا ان احنا عاملين عهد مع الأمير الحاكم، وبالتالي كانوا مختلفين على فكرة الانقلاب وما أيدوش الأمير الجديد. ومع ذلك راح تم حرمانهم من الجنسية، وفضلوا الفترة طويلة بيعملوا مساعي حميدة داخلية ما تكلموش بقى مع الأمم المتحدة ولا شكاوي ولا اعتبروها انتهاك، لغاية ما بدأوا يتصلوا بالعالم ويعرفوا انه ده انتهاك للقانون الدولي، وانه قطر بتكنس ناس أجانب، بينما المواطنين القطريين اللي أصولهم قطرية ومعاهم أوراق تثبت وجودهم على الأرض القطرية سنة 31 وسنة 21 وهم بيتحرموا من، وقدموا أمثلة يعني يقول لك القرضاوي واخد الجنسية وده مصري وعيلته في مصر وأبنائه في مصر واخد الجنسية، حد لعيبة كورة أجانب أفارقة وبرازيليين بياخدوا الجنسية، لعيب ألعاب قوة بياخدوا الجنسية، يعني في تجنيس شغال، بينما هم دول محرومين من الجنسية.